بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. معكم الدكتورة تالا من مصر القمة الطبية. إن شاء الله عنا اليوم المحاضرة الرابعة من مادة الفسيولوجي. موضوعنا اليوم بحكي عن الهوميوستاسيس، فخلونا نبدأ. بداية حيكون شرحنا عن الملخص زي ما تعودنا، إنه أنا بكون حطيت لكم الملخص مثل هيك، وبعديها رح ننتقل على السلايدات نشيك عليهم تشيك إن شاء الله، ونراجع المعلومات كلياتهم اللي حكيناهم في محاضرتنا. طيب هلا خلونا نبدا في الهوميوستاسيس. شو معنى كلمه الهوميوستاسيس؟ الهوميوستاسيس معناها البالانس، اللي هي التوازن. بالانس التوازن معناها كلمه الهوميوستاسيس. طيب شو يعني؟ يعني لو جبت لك، ناخذ مثال، انه لو انا جبت لك كاسه مي، هاي كاسه المي، لو انا جبت لك كاسه مي، هاي كاسه المي كان هون حطينا كاسه مي، حكيت لك درجه حرارتها لكاسه المي 10، وحكيت لكم لو شو ما يصير انه زيادة او نقصان في درجة حرارتها لكاسة المي، بدي تضلكم محافظين لي على هاد الرقم اللي هو 10. فيعتبر العشرة اللي هي الست بوينت او النورمال رينج، يعني النورمال او الست بوينت، النقطة الموضوعية اللي انا بدي اضل فيها. هاي ايش؟ هاي رقم 10. لو شو ما صار زيادة او نقصان، لو شو ما صار زيادة او نقصان في درجة حرارة كاسة المي، بدي تضلكم محافظين لي عليها. يعني لو زادت درجة حرارتها، روح حط لي اياها بالفريزر ورجع لي اياها، وبتكون ايش؟ قلت ووصلت لعشرة. طب لو قلت، ارفع لي اياها باي طريقة ممكنة. نفس الشيء عندنا في الهيومن بودي، جسم الانسان، بيتم في عملية التوازن والهوميوستاسيس. طيب كيف يعني بتتم في عمليات الهوميوستاسيس والتوازن؟ انه في عندنا في الهيومن بودي مجموعة من الاشياء اللي بيحاول الجسم انه يركز عليها وبيحافظ عليها. زي شو؟ مثلا زي عندنا الهيرت ريت، ضربات القلب، التمبريتشر، درجة الحرارة، البلد بريشر، ضغط الدم، الاكسجين، النيوترينتس، كل هذول بيحافظ الجسم عليهم في مستوى ثابت، يعني في رينج معين. هذا الرينج بيمتد من والى، يعني بيمتد من وإلى، يعني من قيمة معينة إلى قيمة معينة، مثلا من 1 إلى 3. وهذا الرينج بيكون عبارة عن شو؟ عبارة عن نرو، يعني بيكون ضيق، مش وايد كتير، واسع كتير إنه أنا بقدر أزيد زيادة كتير أو نقصان كتير، لا، بيكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن نرو لهذا الرينج، بيحافظ الجسم عليهم في مستوى معين. طيب لو صار في عندي زيادة في هذا المستوى، صار في زيادة فيه أو صار في نقصان على المستوى الطبيعي، رح يؤدي إلى شو؟ رح يؤدي إلى خلل، وهذا الخلل يسمى المرض، الديسيز. كيف يجي المرض؟ نتيجة انه طلعت انت عن النورمال رينج، عن المستوى الطبيعي، فصار في عنا اللي هو الديسيز، المرض، الخلل. طب اذا كانت الزيادة كتير عالية، نشوف هون مثلا اذا كانت الزيادة كتير عالية او كتير كبيرة، يعني او كانت النقصان كتير كبير، يؤدي الى ايش؟ يؤدي ممكن الى الديث، الوفاة، يعني الجسم ما قدر انه يرجع الى النورمال رينج، المستوى الطبيعي. كيف يعني؟ فهمينا اكثر بمثال معين. مثلا انا في عندي البوتاسيوم في الجسم، البوتاسيوم له رينج معين، من كم؟ من 103 الى 112 الرينج للبوتاسيوم في الجسم. هذا هو النورمال رينج له، يعني مستوى الطبيعي بيكون من 103 الى 112، ويعتبر قيمه ضيقه، بتكون نرو. طيب لو صار في عندنا زياده في مستوى، نقصان مثلا في مستوى البوتاسيوم، ضعفين او ثلاث اضعاف عن مستوى الطبيعي، رح يصير شيء عندنا اسمه بارالايسز. ايش هو هذا البارالايسز؟ بارالايسز يعني معناه شلل، رح يصير في عندنا شلل، لانه البوتاسيوم طلع عن مستوى طبيعي ونقص عن مستوى طبيعي. طيب لو زاد البوتاسيوم عن مستوى النورمال رينج، عن مستوى طبيعي، رح يصير يبطل الجسم يبعث الكتريكال سيجنالز، اشارات الى الدماغ، يبطل الجسم يبعث الكتريكال سيجنالز اشارات، فبصير عندنا هون ببطل الهيرت، يعني بصير بالهيرت ديبريشن هيرت، وبصير فيه ببطل يعمل الهيرت بامبنج، فبيبطل عمليه الضخ للقلب. طب القلب شو وظيفته؟ يضخ البلد الى باقي اجزاء الجسم. طيب بطل عندنا بامبنج، بطل في عندنا ضخ للبلد، بالتالي ممكن ادي الى الديث، الوفاه. فعشان هيك الجسم بيحاول يحافظ على كل شيء في داخله في رينج معين، في مستوى طبيعي. صار في عندنا زياده، صار في عندنا نقصان عن هذا المستوى الطبيعي، في ميكانيزم، في عندنا ميكانيزم اسمهم الهوميوستاتيك ميكانيزم، اليات التوازن، بتحاول ترجع للوضع الطبيعي، ترجع للوضع الطبيعي. طبعا متى بتحاول ترجع للوضع الطبيعي؟ اذا كان هذا النقصان شوي خفيف، الزياده هاي شوي خفيف، لكن اذا كانت الزياده عاليه او النقصان كان عالي، بيؤدي الى شو؟ بيؤدي الى المرض، الخلل،
ديسيز اور باثو، كلمه باثو معناها برضو مرض، ممكن اذا كانت زياده كثير عاليه كثير كبيره او النقصان كثير كبير يؤدي الى الديث الوفاه. فهذا هو معناه الهوميوستاسيس التوازن. وحكينا انه الجسم في كثير اشياء في داخل الهيومن بودي بحاول انه يحافظ عليها في مستوى معين ومستوى ثابت، مثل شو الهيرت ريت، ضربات القلب، التمبريتشر، البلد بريشر، عندنا مستوى البوتاسيوم، مستوى الصوديوم، الاكسجين، النيوترينتس، الويست برودكتس. ايش هي الويست برودكتس؟ هي الفضلات الجسم بيحاول انه يتخلص منها وتضل في مستوى قليل جدا او ممكن ما في لها مستوى يتخلص منها. اذا زادت هاي الفضلات في داخل جسمنا الويست برودكت بتعمل توكسيسيتي اللي هي التسمم، التسمم في الدم ممكن يزيد من زياده ايش، من زياده هاي الويست برودكتس. فعشان هيك في عندنا اليات للتوازن رح نتعرف عليهم في هاي المحاضره ونحكي عن الهوميوستاسيس اكثر. بس هون كان عندنا صوره عامه انه ايش يعني الهوميوستاسيس، ايش يعني البالانس، التوازن، انه بضل الهيومن بدي يحافظ على مستوى معين نورمال رينج لكل شيء في داخله. صار في عندي زياده، صار في عندي نقصان، اوكي انا بحاول ارجع للوضع الطبيعي. اذا ما قدرت ارجع في الوضع الطبيعي بدخل الشخص في مرض. يعني انت لما تمرض مش انه انت دخلت المرض على طول، لا، كان الهيومن بدي كان جسمك بيحاول انه يرجع للمستوى الطبيعي وعمل الكومبنسيشن هو التعويض اللي عنده انه عشان يحاول يرجع للوضع الطبيعي، بس هو ما قدر انه يرجع للوضع الطبيعي. بجوز كانت هاي زياده كثير كبيره او نقصان كثير كبير، دخلت انت في مرض وظهرت عندك الاعراض. فاحنا ندخل في المرض على طول بيكون في اليات قبل بتحاول ترجع للوضع الطبيعي، لكن اذا ما قدرت تحول ترجع للوضع الطبيعي ندخل احنا في الايش، في الديسيز. واذا كانت زياده كثير كبيره ندخل في الديث الوفاه. طيب هلا هذا هو تعريف الهوميوستاسيس التوازن اللي معناه البالانس. اوكي هلا احنا اخذنا عن حكينا عن الهوميوستاسيس اللي هو التوازن. نيجي هون نحكي في المحاضره الاولى اذا متذكرين كنت حاطه لكم نفس هذا الملخص، وما كنا نحكي عن كثير عن التفاصيل فيه لانه الدكتور ما كان ذاكر تفاصيل كثير، بس كان ذاكر انه في عنا شيء اسمه انتراسيلر فلويد. حكيت لكم ليش اسمها انترا وليش في شيء اسمه اكسترا، بسبب اختلاف تركيز المواد، اختلاف المواد في داخل السائل داخل الخلوي والسائل الخارج الخلوي. حكيت لكم انه المواد ما كنتم طالبين فيها، لكن في المحاضره هاي الدكتور تفصل اكثر في الفلويدز اللي هي السوائل في داخل الجسم، وذكر شو، وذكر هاي المواد الموجوده في السوائل داخل الجسم. فخلونا نرجع نعيد انه في عنا انه في عندنا الفلويد السوائل في داخل جسمنا بتشكل نسبه 60%. يعني في عندنا احنا في داخل الجسم الماس الكتله والسوائل الفلويد، هاي الفلويد بتشكل نسبه 60%. تمام هلا هاي السوائل اذا انتم متذكرين نفس ما حكينا انه بتنقسم الى قسمين، سوائل بتكون في داخل الخليه بسميها انترا سيلولار فلويد، وسوائل بتكون في خارج الخليه اكسترا سيلولار فلويد. طيب وهاي السوائل الموجوده في خارج الخليه نطلق عليها اسم ثاني انترنال انفايرمنت، البيئة الداخلية. لما أحكي البيئة الداخلية ما بقصد فيها السائل داخل الخلوي، نو no. نحن نقصد فيها السائل الخارج الخلوي. طب أي إشي خارج جسم الإنسان نطلق عليه اسم external environment، البيئة الخارجية. أي إشي خارج محيط جسمك حواليك بسميه external environment. أي إشي داخل الجسم وتحديدا extra cellular fluid السائل الخارج الخلوي نطلق عليه اسم internal environment. طيب مين نسبته أعلى من هاي 60%؟ النسبة أعلى اللي هو عبارة عن intracellular fluid بشكل نسبة 40%، يعني التلتين، والفلويد بتكون في خارج الخلية بتشكل نسبة 20%، يعني التلت من هاي 60%. طيب حكينا اسمه سائل خارج خلوي وداخل خلوي، ما أطلقنا اسم سائل وسكتنا بسبب اختلاف المواد الموجودة في داخل السائل داخل الخلية واختلاف المواد الموجودة في السائل خارج الخلية. تمام هلا الاكزامبل على المواد الموجوده في داخل الخليه وخارج الخليه، انه هاي نشوف رسمتنا هون، رسمتنا الحلوه اللي دائما نرسمها، انه انا في عندي هون ايش، هاي في عندي هون خليه وهون خليه وهون عندي خليه، وهدول الخلايا ما بيجوا مرصوصين ما بين بعضهم البعض، لا، في بيجي بيناتهم ايش، في بيجي بيناتهم سائل. هذا السائل شو بدنا نسميه، انترستيشل فلويد، اللي هو السائل ما بين الخلوي، السائل ما بين الخلوي. طيب والسائل الموجود في داخل الخليه شو بنسميه، انترا سيلولار فلويد. تمام وهون في عنا البلود فيزلز الأوعية الدموية، طبعا هذا كله شرحناه في المحاضرة الأولى بس بدي أمر عليه سريع للتذكير فيكم لأنه الدكتور برضو راجع نفصل فيهم في المحاضرة هاي، بس مع إنه إحنا غطيناه كله في المحاضرة نمبر 1. طيب هلأ في عنا هون البلود فيزلز الأوعية الدموية، من إيش تتكون الأوعية الدموية؟ بتتكون من مواد سوليد، بتتكون من مواد فلويد، يعني مواد بتكون سوليد وفلويد. إيش هاي المواد السوليد؟ مثل الار بي سي خلايا الدم الحمراء، في عندنا كمان الوايت بلاد سيل خلايا الدم البيضاء، البليتلتس الصفائح الدمويه، هاي كلها امثله على السوليد الموجوده في البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه. طيب وفي عندنا كمان السوليد وفي عندنا الفلويد، ايش هذا الفلويد اطلقنا عليه اسم اللي هو البلازما،
البلازما اللي هي الفلويد الموجود في داخل البلود فيزلز، وفي له اسم اخر اسمه انترافازيكولار، اسمه انترافازيكولار فلويد، يعني السائل موجود داخل الفيزلز، السائل موجود داخل الفيزلز الاوعيه الدمويه. طيب هلا اي شيء خارج محيط الخليه شو اطلقنا عليه اسم اكستراسيلولار فلويد. من هو هذا الاكستراسيلولار فلويد؟ اللي هو الانترستيشل، السائل ما بين الخليه والسائل الموجود في داخل البلد فيزلز اللي هو البلازما. يعني البلازما والانترستيشل فلويد نطلق عليهم اكستراسيلولار فلويد، والسائل الموجود في داخل محيط الخليه انتراسيلولار فلويد. وحكينا اي شيء اكستراسيلولار فلويد عباره عن ايش؟ عباره عن انترنال انفايرمنت. شو يعني انترنال انفايرمنت؟ يعني البيئه اللي داخل جسمي. طيب شو هي البيئه داخل جسمي؟ هي عباره عن الاكستراسيلولار فلويد، تنقسم الى قسمين، الانترستيشل فلويد والبلازما. طيب شو مكوناتهم؟ شو مكوناتهم؟ ننتقل هلا مكوناتهم. انه في عندنا الخارج الخلوي شو مكوناته؟ اول شيء نبلش بالانترستيشل. الانترستيشل هذا السائل موجود في ما بين الخلايا، بتكون من كلورايد، بتكون من صوديوم والبايكربونات H3O- والكلورايد والصوديوم. شو المكونات الكومبوننتس للماتيريال الموجوده في داخل البلد فيزلز؟ عندنا كلورايد و HCO3- صوديوم وبروتين. اتعمد ارسم لكم اياهم، اتعمد ارسم لكم هاي الرسمه، ارجع اعيدها واحط لكم المواد في حال لم تدرسوا المحاضره مره ثانيه تكونوا متابعين على هاي الصوره، ما ترجعوا تحفظوا المواد من فوق، في حيث انه بالامتحان تتذكروا الايش المكونات الموجوده هون. بعرف انه شوي الدكتور حاطط لكم اياهم في جدول، بس بالجدول راح يكون خربطه، فادرسوا هاي الصوره، احفظوا المواد الموجوده هون من خلال الرسمه، فبتكونوا بالامتحان قادرين تتذكروها. طيب شو المواد الموجوده في داخل السائل داخل الخلوي؟ عندنا البوتاسيوم، عندنا الفوسفات والاورجانيك فوسفات. يعني في بس مادتين موجودين في السائل داخل الخلوي، هم عباره عن شو؟ عباره عن الفوسفات والاورجانيك، عباره عن البوتاسيوم والاورجانيك فوسفات. تمام اوكي، حكينا هون انه المواد الموجوده في السائل خارج الخلوي الاكستراسيلولار فلويد صوديوم كلورايد بايكارب اند بلازما بروتين. وشو المواد الموجوده في الانتراسيلولار فلويد؟ اللي هو عباره عن اورجانيك فوسفات والبوتاسيوم. الاكستراسيلولار فلويد قسمناه الى قسمين، انترافيزيكولار فلويد اللي هو نفسها البلازما الفلويد الموجود في داخل البلد فيزلز، وفي عندنا كمان الاكسترافيزيكولار فلويد. ايش هو هذا الاكسترافيزيكولار فلويد؟ يعني اكسترا، خارج الفيزيكولار، خارج الاوعيه الدمويه. من هو الخارج الاوعيه الدمويه؟ اللي هو الانترستيشل فلويد، الانترستيشل فلويد. وفي شيء اسمه ترانسيلولار، يعني ما بين الترانسيلولار هذا بيجي في اماكن محدده فقط، يعني اغلب الكتب مش مقسمين الى في شيء اسمه ترانسيلولار فلويد، اغلب الكتب مش مقسمين، بس انه انترستيشل فلويد والبلازما. لكن احنا الدكتور مقسم لكم اياه في محاضرتنا اليوم، في شيء اسمه ترانسيلولار فلويد، يعني في بعض الكتب موجود فيها، هذا مش بيجي في كل الاماكن، ان سيرتن سايت زي ما كاتب لكم هون، بيجي في اماكن محدده، كمان شوي رح نحكي عنهم، بيجي سائل ببطن الابيثيليال، التيشو الابيثيليال، وبيجي في اماكن محدده، فهذا هو مقارنه بين الانترسيلولار فلويد والاكستراسيلولار فلويد اللي كانت بحكي عنه، اللي كنا بنحكي عنه هون في الصفحه الاولى. اوكي. نيجي هلا لايش؟ للب المحاضرة. طبعا هاي كانت عبارة عن مراجعة لكم، احنا اخذناها كل التفاصيل هاي اخذناها في المحاضرة الأولى، بس حبيت ارجع اعيدها لأن الدكتور مفصل فيها هون أكثر، مع انه هاي التفاصيل احنا حكيناها في المحاضرة الأولى، فارجعوا عيدوها، بس هون بدكم تحفظوا الايش؟ بدكم تحفظوا زيادة عليها الأمثلة على السائل خارج الخلوي والسائل داخل الخلوي، وفي هون شيء معلومة جديدة عبارة عن ترانسيلولار فلويد، الفلويد الموجود ما بين الخلايا اللي ببطن الإبيثيليال، موجود في أماكن محددة، كمان شوي رح نحكي عنهم. طيب، هلا في عندنا الموضوع تاعنا الهوميوستاسيس اللي حكيت لكم قبل شوي عنه، هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن البالانس التوازن اللي بيصير في داخل الجسم عشان نحافظ على تركيز كثير أشياء في الجسم يضلها في تركيز معين، زيادة أو نقصان يؤدي إلى شو؟ يؤدي إلى المرض. طيب تمام، هلا بدي أجي أنا أحكي لك يا دكتور، كنت أنت في العيادة وأجي عليك إيش؟ أجي عليك بيشنت، هذا البيشنت حكى لك يا دكتور أنا مريض، حتروح أنت تعطيه العلاج على طول؟ حكى لك أنا مريض تكيله يلا خذ أنتي بايوتيك مضاد حيوي، فايش اعطيته العلاج على طول، ولا حتكتشف شو هو مرضه، في اي جهاز صار عنده، في القلب، في الرئه، في الدماغ، وين صار هذا المرض، في العضلات وين، بعدين اروح انا بس اعرف شو هذا المرض اروح اعطيه الدرج المناسب. فنفس الشيء عندنا جسم الانسان، فاكيد انا بدي اعرف شو هو مرضه عشان اعرف شو العلاج اللي بدي اعطيه. نفس الشيء عندنا الهيومن بودي، لما الهيومن بودي بدها تكتشف انه صار في عندك خلل، صار عندك مرض، يعني زياده عن النورمال رينج او نقصان عن النورمال رينج، حتى تقدر ترجع للوضع الطبيعي بدها تكتشف هل عن جد
انه صار في عندي خلل، بدها تدرك الديفيشن، الانحراف عن المستوى الطبيعي. انا في عندي نورمال رينج بده ينحرف عن المستوى الطبيعي، يا اما بنقصان يا اما بزياده. طب انا وظيفتي الميكانيزم، هوميوستاتيك ميكانيزم، رح نحكي عنهم كمان شوي، اللي هي اليات التوازن، وظيفتها ترجع هذا الانحراف الديفيشن الى ايش؟ الى المستوى الطبيعي، نورمال رينج. طب ما رح تقدر ترجع للمستوى الطبيعي الا اذا هي عن جد ادركت انه صار في خلل وصار في عندي انحراف عن المستوى الطبيعي. فأول إشي بدها تعمل الهوميوستاتيك ميكانيزم إنها تدرك إنه في عندك خلل. تاني إشي لما تدرك إنه في عندك خلل هذا الديفيشن، بدها تعمل شو؟ بدها ترسل إشارات للدماغ إنه صار في عندي خلل في موقع معين، يعمل الإيش؟ يعمل التصحيح المناسب وتعطي ريسبونس الاستجابة، وتعطي ريسبونس الاستجابة. هذا كله رح نحكيه هلا. نشوف هون الهوميوستاتيك، إنه الهوميوستاسيس اللي هو التوازن ببلش باستيميلس. بشو ببلش؟ استيميلس. من هو هذا الاستيميلس؟ اللي هو المتغير، الاستيميلس المتغير، الإشي اللي تغير عن وضعه الطبيعي. حكينا البوتاسيوم الرينج تاعه من 103 ل 112 نفرض إن البوتاسيوم صار فجأة بجسمك 90. طيب أول إشي استيميلس المتغير إنه صار 90. ثاني إشي بده يصير في عنا سنسور. إيش هي السنسور؟ نفسها الريسبتور، المستقبلات. هلأ صار في عندي متغير، في مستقبلات، هاي المستقبلات عرفت وحست، سنسور حسسات، حست إنه في إشي تغير. هو أول إشي تغير، بعدين حست إنه في إشي تغير. ثاني إشي صار فيه، بنبعث هاي السنسور تبعث أوردر، طلب لوين؟ للكنترول سنتر، مراكز التحكم الموجودة في الدماغ. الكنترول سنتر الموجودة في البرين، مراكز التحكم، بتحكي لها صار عندي تغير في مستوى البوتاسيوم، وهذا البوتاسيوم قل لا 90. فبتروح هاي مراكز التحكم تبعت إشارة للإشي اللي بده الإفكتور، الإشي اللي بده يغير ويرجع البوتاسيوم لمستوى طبيعي، إنه يرجع يرتفع لحد 103 ل 112 في هذا الرينج. طيب هذا الإفكتور اللي هو بده يأثر ويرجعه للمستوى الطبيعي. فهذا هو الميكانيزم تاعت مين؟ هاي هي الميكانيزم تاعت الهوميوستاسيس. نعيدهم بسرعة، إنه أنا في عندي ستيمولس متغير، هذا الإشي اللي صار اللي تغير عن مستوى طبيعي، السنسور الحساسات أو الريسبتور المستقبلات أدركت وعرفت إنه صار في عندي تغير في هذا الإشي، بتبعت إشارات للكنترول سنتر، مراكز التحكم الموجودة في الدماغ، إنه في عندي إشي، سواء كان بوتاسيوم، النيوترينز، أكسجين قل في جسم الشخص، اللي بلد بريشر عنده، ضغط دم مرتفع، إنه بتبعت إشارات للتحكم إنه في هذا الإشي والله تغير. بتروح هاي مراكز التحكم الموجودة في البرين في الدماغ، تبعت إشارات لمين؟ للإفكتور اللي هو اللي بده يعطي، اللي بده يرجع الإشي للمستوى الطبيعي، اللي بده يعطي الإفكت، اللي بده يعمل ريسبونس، بده يعمل استجابة. فهذا هو الهوميوستاسيس. طبعا الهوميوستاسيس بده ينقسم عنا إلى ثلاث أقسام. طبعا هذا الملخص أنا صراحة إيش زبطت لكم إياه كتير مرتب، لأنه هاي المحاضرة بتعتبر شوي يعني دسمة، بس ان شاء الله في الملخص هاي لما تدرسوا انتوا هدول الصفحتين، لما تيجوا تدرسوا ما تعتبروا انه والله الملخص عباره عن 8 صفحات، لا خلص هدول الصفحتين هم اللي بالمحاضره بندرسهم، بندرس كل افكارهم، بنرجع بس شوي على ايش، على السلايدات بنشيك، ممكن يكون في كم من معلومه خفيفه جديده، وطبعا بنكون شرحينها، وبس الملخص هو عباره عن ايش، عباره عن زيك انه المحاضره كامله، بس انتوا تدرسوا الباقي، رح نشرحه كلياته ان شاء الله. طيب هلا في عندنا هون الهوميوستاسيس، اليات التحكم، كيف هاي الآيات تشتغل؟ في عنا ثلاث آليات للهوميوستاسيس. أول شيء في عنا النيجاتيف فيدباك، وعنا البوستيف فيدباك، وعنا الفيد فورورد فيدباك. إيش هو هذا النيجاتيف فيدباك؟ وإيش هذا البوستيف فيدباك؟ وإيش الفيد فورورد فيدباك؟ حنبلش أول إشي بالنيجاتيف فيدباك، اللي هو عبارة عن كلمة كتب لكم، هو عبارة عن كلمة عكس، وهون عبارة عن كلمة نفس. لما أحكي لك نيجاتيف فيدباك أول إشي بده يخطر على بالك تحكي لي كلمة عكس، ولما احكي لك بوزيتيف فيدباك اول شيء بيخطر على بالك تحكي لي كلمه نفس، وفيد فورورد فيدباك كلمه تنبؤ. يعني هدول ثلاث كلمات اختصروا عليكم ثلاث اليات كاملين. طيب شو يعني نيجاتيف فيدباك؟ نفرض انه انت في كنت بتعمل اكسرسايز معين، تمرين معين، لما بتعمل اكسرسايز هذا التمرين بده ترتفع درجه حرارتك، ارتفعت درجه الحراره في الجسم. طيب بتلاحظ انه بس وانت بتعمل اكسرسايز ودرجه حرارتك قاعده بترتفع، بتلاحظ انه بعديها بكم من شوي يعني صار في ايش، تحفزت عمليه السويتنج، عمليه التعرق، فصار بيطلع منك ايش، صار بيطلع ووتر على الايدين وفي الاماكن هاي، فصار بيطلع عن ووتر. فارتفاع درجه الحراره ادت الى انه تحفز عمليه السويتنج اللي هي عمليه التعرق، عمليه التعرق صار من خلالها انتاج للووتر. الووتر عباره عن شو؟ عباره عن ممتص للحراره ومطلق للحراره. فالووتر في هاي الحاله لما طلع عن الجسم، اجعل ايدين وهيك، لما طلع عن الجسم الووتر صار في اطلاق للحراره، فهيك انت خلصت من الحراره اللي كانت زادت ارتفعت هون، فرجعت الحراره ايش؟ قلت.
فهذا عباره عن ايش؟ عباره عن نيجاتيف فيدباك. عباره عن شو؟ عباره عن نيجاتيف فيدباك. شو يعني كلمه عكس؟ يعني عكس الإشي اللي صار. كيف يعني؟ اذا كان النورمال رينج هيو الإشي اللي صار زياده عن المستوى الطبيعي، النيجاتيف فيدباك رح تعمل له ايش؟ نقصان، فبترجعه الى المستوى الطبيعي. شو يعني نيجاتيف فيدباك؟ يعني الإشي اللي تغير هي النورمال رينج المستوى الطبيعي، الإشي اللي تغير تغير عباره عن زياده او عباره عن نقصان. لما يزيد بدها تروح النيجاتيف فيدباك تقلله فبرجع على المستوى الطبيعي، ولما يقل بدها تروح النيجاتيف فيدباك تزيده فبرجع الى المستوى الطبيعي. فهذا معناه النيجاتيف فيدباك. اكثر مثال انه انت لما كنت عند البادي تمبريتشر رايسز، ارتفعت درجه الحراره اثناء الاكسرسايز. طيب نيجي هون نشوف كيف هالاليه تعمل. الاستيمولس انه انت عملت اكسرسايز وارتفعت درجه حرارتك لانك عملت الاكسرسايز، فراح هذا الاستيمولس المتغير مين حسه؟ مين عرفه؟ الريسبتور او السنسور، الحساسات، عرفت انه صار عندك ارتفاع في درجه الحراره عن النورمال رينج 37، ارتفعت درجه الحراره 38 ل 39 مثلا. فالريسبتور عرفت انه درجه الحراره ارتفعت، راحت ارسلت اوردر، ارسلت اشاره لمين؟ للكنترول سنتر، مراكز التحكم الموجوده في البرين، الدماغ. حكيت لها درجه الحراره ارتفعت عن النورمال رينج، رجعيها للنورمال رينج. مراكز التحكم حفزت عمليه ايش؟ الافكتور. مين كان؟ عمليه السويتنج، عمليه التعرق حفزتها. فلما صار في عنا لما صار السويتنج، فهذا السويتنج من خلاله صار في فقد للحراره، فرجعت الحراره ايش؟ قلت. لما قلت الحرارة يعني زيادة، أنا قبلتها بشو؟ بنقصان. الزيادة هاي أنا قبلتها بنقصان، فهذا الإشي صار عكس اللي صار. فالريسبونس الاستجابة كانت عكس اللي صار، فهذا اسمه النيجاتيف فيدباك. ورجعنا إيش؟ رجعنا التمبريتشر للنورمال رينج، للنورمال رينج. فهذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن النيجاتيف فيدباك. حلو وسهل، تمام. نجي هلا على البوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك شو يعني؟ يعني نفس. كيف يعني نفس؟ يعني انت صار في عندك زياده بدك تقابلها بزياده، والزياده هاي بتقدر تقابلها بزياده. النقصان بقابله نقصان، النقصان بقابله نقصان. كيف يعني؟ خلونا نشوف هذا المثال الموجود عندنا. تمام، هلا هذا المثال، هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال مش موجودين عندكم في الايش؟ في السلايدات. الدكتور مش حاطهم، بس حكي لكم النيجاتيف فيدباك يعني اذا صار في شيء في انكريز يعني زياده بده يقابلها ديكريز، واذا صار في ديكريز بده يقابلها انكريز. بس البوزيتيف فيدباك حكي لكم الدكتور اذا صار في زياده بلحقها زياده، اذا صار في نقصان بلحقه نقصان. الفيد فورورد بس معطيكم مثال عليه، رح نحكيه كمان شوي، بس مش معطيكم امثله. فهي الامثله كلها توضيحيه حتى توضح لكم وتفهموا الاليه بالضبط. واكثر مثال عندنا هون البوزيتيف فيدباك اللي انا حاطه لكم اياه هون، هذا المثال على البوزيتيف فيدباك. يعني تقريبا 90% اذا الدكتور بده يجيب لكم مثال على البوزيتيف فيدباك، بده يجيب لكم مثال ويحكي لكم ايش هذا المثال، وبده يكون جواب بوزيتيف فيدباك 90% حيكون هذا المثال. ليه؟ روح على كليه الطب على اي طالب احكي له اعطيني مثال على البوزيتيف فيدباك، رح يحكي لك هذا المثال. هذا المثال كثير شائع. هلا رح ناخذه اللي هو عمليه شو؟ عمليه تشيلد بيرث، الولاده. كيف هاي عمليه تشيلد بيرث، الولاده؟ اول شيء بفرجينا هون انه في عندنا الهيد اوف بيبي بوشز اجينست سيرفكس. عندنا هون الهيد، راس ايش؟ راس الجنين اجى وين؟ على السيرفكس. ايش هو السيرفكس؟ عنق الرحم. راس الجنين اجى، استنى شو بطل اكتب، هلا راس الجنين اجى وين؟ على، خليني اكتب هذا. طيب هون الهيد اوف بيبي اجى على السيرفكس اللي هو عنق الرحم، السيرفكس عنق الرحم. لما راس الطفل ضغط على عنق الرحم عمل شغلتين. اول اشي صار فيه في اليوترس اللي هو الرحم صار فيه كونتراكشن، انقباض. تاني اشي صار فيه هون بريشر، بريشر ضغط. فلما اجى راس الطفل على السيرفكس عنق الرحم حفز لي كونتراكشن، انقباضات في عنق الرحم، اند البريشر الضغط في عنق الرحم. هاي الكونتراكشن والبريشر بتروح تبعت اشارات للدماغ، عباره عن ايش؟ عباره عن ستيمولس، محفز، تبعت اشارات للبرين الكنترول سنترال نيرفس. الريسبتور حست انه صار في عندي، هلا نعيد نمشي على الميكانيزم اللي كانت فوق عنا في الصوره هاي، نمشي على الميكانيزم فيها. اول شيء انه انا في عندي ايش؟ كونتراكشن اند بريشر، حكينا نعيدها انه في عندنا ايش؟ راس الطفل ضغط على وين؟ على السيرفكس عنق الرحم. هذا عباره عن ايش؟ عباره عن ستيمولس، محفز. هذا المحفز راح مين حسه؟ الريسبتور. الريسبتور حساسات الموجودات في السيرفكس في عنق الرحم والرحم. هاي السيرفكس الحساسات السنسور اند ريسبتور بعثت اشارات لمين؟ للكنترول سنتر الموجود في البرين، مراكز التحكم موجودة في الدماغ، إنه صار في عندي إيش؟ انقباضات وصار في عندي ضغط. مراكز التحكم الموجودة في الدماغ بتفرز هرمون اسمه الأوكسيتوسين، هرمون اسمه الأوكسيتوسين. هذا الهرمون من وين يفرز؟ يفرز من البوستيرر
بايتوتري جلاند، الغده النخاميه الخلفيه. بيجي هذا الهرمون بيعمل على هلا هو هذا انفرز، يعني لما صار في زياده في الكونتراكشن والبرشر راح حفز لي افراز هذا الهرمون. هذا الهرمون الاكسيتوسين بيجي فبزيد هاي الكونتراكشن وبزيد هاي البرشر، برد يرفعها كمان مره. فهون في عنا زياده يلحقها في صار اول شيء هون في عنا صار اول شيء هون عنا زياده، هاي الزياده يلحقها ايش هاي الزياده يلحقها زياده، ولما زاد لهذا الهرمون راح حفز ايش الكونتراكشن والبريشر، زاد كمان مره الضغط اكثر واكثر والكونتراكشن الانقباضات الموجوده في عنق الرحم كمان اكثر واكثر، حتى ادى الى شو انه اليوترس الرحم يؤدي الى توسعه وينزل الطفل في الايش من اليوترس. فهاي عمليه ايش عمليه الشيلد بيرث عمليه الولاده عباره عن ايش اكبر مثال على البوزيتيف فيدباك، اكبر مثال على البوزيتيف فيدباك اللي هو البوزيتيف فيدباك من خلاله زياده يلحقها زياده او نقصان يلحقه نقصان، مش كتير احنا بنهتم بنقصان يلحقه نقصان، بس زياده يلحقها زياده انه اول شيء راس الطفل الفيتوس الهيد اوف فيتوس وين اجى على السيرفكس عنق الرحم، ادى الى زياده الكونتراكشن الانقباضات والبريشر الموجودين هون، هاي البريشر والانقباضات تعتبر ايش استيمولس محفز، حفزت لي الريسبتور المستقبلات الموجوده هون والسنسور انها تبعث اشارات لمين اوردر للكنترول سنتر الموجوده في البرين في الدماغ انها تحفز لي افراز هرمون الاكسيتوسين اللي بفرز من البيتيتري جلاند. هذا الهرمون بيروح شو بيروح بيزيد هاي الكونتراكشن وبيزيد هذا البريشر حتى يؤدي لايش توسع في اليوترس وبنزل هذا الطفل. طيب هذا اكبر مثال على شو على البوزيتيف فيدباك. الدكتور حكيت لكم كمان مره انه هو مش حاط لكم امثله، بس انا بحط لكم هاي الامثله حتى تفهموا كثير في حال بالامتحان رح يجيب لكم شو رح يجيب لكم امثله، بحكي لك حدد لي اياها هي بس فيدباك ولا نكتب فيدباك، تكونوا عارفين نكتب فيدباك شو معناها عكس الاشي اللي صار، الاشي اللي صار زياده بروح انا بقلله وبرجع للوضع النورمال، الاشي اللي صار نقصان بروح انا بزيده وبرجع للوضع النورمال. طيب البوزيتيف فيدباك زياده يلحقها زياده، يعني نفس لما صار في عندي كونتراكشن وبرشر زادوا زاد الاكسيتوسين، لما زاد الاكسيتوسين رد زادهم، فزياده مع زياده مع زياده ادى الى عمليه الشيلد بيرث. في عندنا هذا الفيد فورورد فيدباك هو عباره عن شو؟ عباره عن كاتب لكم هون كلمه تنبؤ. شو يعني تنبؤ؟ يعتبر هذا النظام شوي معقد وهو عباره عن نظام تنبؤ. شايفين هون رسمه العين؟ هلا احنا في عندنا هون هذا النظام عباره عن شو؟ عباره عن تنبؤ، يعني بتنبأ بالإشي قبل ما يصير، بتنبأ بالإشي قبل ما يحدث، وقبل ما يحدث هذا الإشي بده يعطي الاستجابه. يعني هون مثلا كان عندي انا زادت درجه الحراره، لما زادت درجه الحراره رحت قللتها ورجعت للوضع النورمال، يعني لما صار الفعل انا رحت قللت، وهون لما زاد الكونتراكشن انا رحت زدت، يعني لما صار الفعل انا رحت اعطيت لما صار الاشي انا رحت اعطيت الفعل. لكن في الفيد فورورد فيدباك قبل ما يصير الاشي بتنبأ فيه وبعطي رده الفعل، وبعطي رده الفعل قبل ما يحدث. طيب كيف يعني لما يصير الاشي بدي اعطي رده الفعل وقبل ما يحدث؟ في عندنا هون مثلا هي انا في عندي العين، لو رحت انت سلطت الليزر على العين او جبت قلم، هذا القلم هيك سلطته وجاي بدك ايش قربت من العين وبدك توصله خليه يلمس اي شيء من العين، هذا القلم او هذا الليزر، رح تلاقي تلقائيا انه جفن العين سكر. طب كيف صار هذا جفن العين سكر قبل ما الليزر يلمس العين او قبل ما القلم انه يعني هون يلمس العين؟ سكر جفن العين من خلال الميكانيزم اللي هي فيد فورورد فيدباك. هذا الفيد فورورد فيدباك تنبأ انه انا في اشي هلا جاي بده ايش بده يلمس العين، جفن العين بده يلمسه، فانا قبل ما يحدث هذا الفعل اعطيت ردة الفعل واغلقت جفن العين. فهو عبارة فقط عن ايش؟ عبارة عن ميكانيزم للتنبؤ، عبارة عن ميكانيزم للتنبؤ. فهدول الثلاث ميكانيزم النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك والفيد فورورد فيدباك، نعيدهم اخر مرة ونركز عليهم. النيجاتيف معناها عكس، عكس الاشي اللي صار، الاشي اللي صار زيادة بدي اقابلها بنقصان، الاشي اللي صار نقصان بدي اقابله بزيادة، هيك برجع على النورمال رينج وبضلني في الوضع الطبيعي حتى ما يصير عندنا شو؟ حتى ما يصير عندنا الديسيز المرض، لأنه إذا ارتفع كتير صارت الزيادة كتير كبيرة أو النقصان كتير كبير ممكن يؤدي إلى الديث الوفاة. طيب البوزيتيف فيدباك هو نفس زيادة بلحقها زيادة، زيادة بلحقها زيادة. الفيد فورورد فيدباك هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن التنبؤ. تمام هيك خلصنا احنا لب المحاضر، نيجي بسرعه نشيك، مش بسرعه يعني، نيجي نشوف هون الافكار ونشيك عليهم. شو هو ايش هو الهوميوستاسيس؟ التوازن. الهوميوستاسيس هو عباره عن ايش؟ the maintenance of constant internal environment of the body. بدنا نحافظ على مستوى ثابت من الانترنال انفايرمنت، ايش هو؟ الاكستراسيلر فلويد، يضل في مستوى معين. طيب الانترنال انفايرمنت هي نفسها الاكستراسيلر فلويد، حكيت لكم اياها. which the cells life it includes blood
ايش بتتضمن؟ الاكسترا سيلولار فلويد تتضمن البلد اللي هو موجود في السيركيليشن فيزيكولار سيستم اند فلويد بريزنت ان بتوين ذا سيل كولد انترستيشال فلويد. يعني من ايش بتضمن الاكسترا سيلولار فلويد؟ حكينا في الملخص اللي هو عباره عن البلازما والانترستيشال. طيب الاكسترا سيلولار فلويد اند انترستيشال فلويد كونتينز نيوتريانتس، بيحافظوا لي على شو؟ بيحافظوا على النيوتريانتس يضل في مستوى طبيعي، والايونز والاذر سبستانس نيسيري فور سيرفايفل اوف ذا سيل، يحافظوا على مستوى النيوتريانتس اند الايونز يضلهم في مستوى طبيعي. If the internal environment صار فيه deviates انحراف عن المستوى الطبيعي physiological limits عن set points set limits أو normal range، هي نفسها النقطة المرجعية الوضع الطبيعي بسميه set point أو normal range، رح يصير في عنا البادي suffers from disease، الجسم رح يصير يعاني من إيش؟ من الأمراض. example of homeostasis إنه في عنا adequate amount of nutrients، إنه النيوتريانس بنحافظ عليه في مستوى معين. كيف إحنا النيوتريانس بتم فيها الهوميوستاسيس؟ من خلال الجي آي. إيش هو جي آي؟ يعني gastrointestinal system اللي هو سيستم الجهاز الهضمي، رح تخدوهم لقدام سنة تانية وسنة ثالثة رح تاخذوا كل هاي الاجهزه والسيستمات. في عندنا الجي اي اللي هو الجاسترو انتستاينال سيستم، هذا السيستم بتكون من ايش؟ بتكون من الماوث الفم، بعدين بيروح بينتقل الاكل بفوت على الماوث على الفم، بعديها بيروح على الاسفجاس اللي هو عباره عن البلعوم، بعديها بينزل على الاستومك المعده. فالنيوتريانس بتم فيها من وين بتيجي؟ يعني كيف توصل الخلية؟ من خلال الدايجستد اللي هو الهضم، الابسوربد بعديها الامتصاص، بعديها بتصير سبلاي للنيوتريانس للسل حتى تضلها في حالة سيرفايفل. اما عندنا المستوى الاكسجين انه من خلال الريسبيرتوري سيستم، الجهاز مين؟ الجهاز التنفسي، بيطلع ثاني اكسيد الكربون الكربون ديوكسيد وبيدخل الاكسجين، وهذا الاكسجين مهم لانها تضل الخليه في حاله سيرفايفل. يعني هون النيوتريانتس والاكسجين بيعطينا امثله عن انه الهوميوستاسيس التوازن بيحافظ عليهم يضلهم في مستوى ثابت ويدخل على الخليه ويوصلوها. مثلا انا في عندي هون ايش؟ في عندي بحكينا فوق الريسبيرتوري سيستم الجهاز التنفسي، في عندنا هون الدم جاي من وين؟ جاي من اللنجز الرئه، محمل في الاكسجين والنيوتريانتس الغذاء. هذا الدم بيكون بيمشي في الفلويد السائل الموجود في داخل البلد فيسلز أوعية دموية، بتم فيه تبادل الايش؟ بتم فيه تبادل النيوتريانتس والاكسجين، بيجوا هذا النيوتريانتس والاكسجين بيطلعوا من البلازما للانترستيشال، بعديها بفوتوا على الانترستيشال فلويد بوصل للخليه، وهيك الخليه بتضلها في حاله سيرفايفل اند جروث في حاله نمو، والخليه بتطلع الويست برودكتس تاعونها الفضلات اند الكربون ديوكسيد، وبينزلوا من خلال السيل ميمبرين للانترستيشال فلويد، بعديها لوين؟ على بعديها على البلازما، ومن البلازما بيتم خروجهم من خلال اليورينري سيستم الجهاز البولي او الريسبيرتوري سيستم بيطلع الكربون ديوكسيد الجهاز التنفسي. يعني هون امثله على الايش؟ الهوميوستاسيس. انا بس شرحت لكم كيف بتصير هاي العمليه مبسطه، برضو مش مطالبين فيها انه تعرفوا انه بيجي اللانجز محمل في الاكسجين بوصل الخليه وهيك، بس انه وضحت لكم ليش هون مكتوب انه النيوتريانتس من وين اجت؟ من الجي اي الجاسترو انتستاينال سيستم الجهاز التنفسي، اما الاكسجين اجى من وين؟ من الريسبيرتوري سيستم. بنحافظ عليهم في مستوى ثابت حتى الخليه تبقى في حاله سيرفايفل اند جروث. هوميوستاتيك سيستم بارتس، انه ايش بتكون الهوميوستاتيك؟ اول شيء بتكون من انه انا بدي ادرك ريكوجنايز للديفيشن، بدي ادرك انه صار في عندي انحراف. ثاني شيء بدي ارسل سنسور، هاي الاشارات بدها ترسل لوين؟ للكنترول سنتر، مراكز التحكم في الدماغ. مراكز التحكم في الدماغ بدها تحاول ترجع للست بوينت الوضع الطبيعي. سند مسج لمين؟ للافكتور. الافكتور هو اللي بيعطي ريسبونس الاستجابه، فهذا الافكتور عباره عن اورجنز، عباره عن عضو ذات كريز ذا كوماند اوف ذا كنترول سيستم، بيستجيب لمين؟ للكنترول سيستم. والإفكتور بعطي استجابة لمين؟ بيعمل الريسبونس الاستجابة، وبرجع هذا الاشي للوضع الطبيعي. بيحاول التري الجسم بيحاول انه يرجع للوضع الديفيشن الانحراف للوضع الطبيعي. طيب اذا ما هو بيحاول، يعني الجسم بيحاول ممكن يرجعوا للوضع الطبيعي، يعني عن جد يرجعوا للنورمال رينج، يا اما يرجعوا لنقطة قريبة من النورمال رينج، يا اما ما يقدر يرجعوا وندخل في حالة ايش؟ ديسيز. ندخل في حالة ديسيز. هاي الهوميوستاتيك سيستم هي نفسها اللي كنا حاطينها في الصورة هون، يا اما تدرسوها من هون بتكون اسهل عليكم، يا اما تدرسوها من هون انه في عندي انحراف، يعني ادرك انه صار في عندي انحراف، بدي اعرف وادرك انه صار في عندي خلل طلع عن وضع طبيعي، ارسل اشارات للكنترول السنسور بتحس، ترسل اشارات للكنترول سنتر، الكنترول سنتر بيرسل اشارات للافكتور، والافكتور بعطي ريسبونس الاستجابه. تمام. نفس الشيء الصورة هاي بيكون حكينا نفس الحكي اللي حكيناه فوق. ميكانيزم اوف اكشن اوف هوميوستاتيك سيستم، ايش هي الميكانيزم تاعته؟ نفس الشيء بيرجع بعيد لنا، وين ايفر ذير از اني تشينج، لما يصير عندنا اي تغير بيصير في عندنا ديفيشن اللي هو انحراف عن المستوى الطبيعي، يا اما زياده او نقصان عن النورمال رينج اند سيت بوينت.
ذا افكتور ايذر هذا الافكتور بيشتغل وبرجعه للمستوى الطبيعي او بيحاول انه يرجعه للمستوى الطبيعي. انهيبيتنج اور ريفرسينج ذا تشينج يعني في اشياء بترجعه انهيبيشن يعني اذا كان في شيء زياده بنعمل له انهيبيشن فبرجع للمستوى الطبيعي يعني ريفرس ريفيرس بدي ارجعه للنورمال رينج. هي النيجاتيف فيدباك وهي المور كومون. النيجاتيف فيدباك اغلب الهوميوستاتيك ميكانيزم الموجوده في جسمنا هي عباره عن نيجاتيف فيدباك. نسبه ايش؟ نسبه 90% او 95 حتى 98 من الميكانيزم الموجود عندنا هي عباره عن ايش؟ نيجاتيف فيدباك. نسبه قليله جدا انها تكون بوزيتيف فيدباك. اكم مثال من ضمن الامثله مثلا حكيت لكم عمليه تشيلد بيرث الولاده. كمان في عندكم مثال اخر انه بس انت عمرك خطر على بالك انه انت بس تنجرح كيف تكون هاي الخثره؟ طيب كيف انه انت بس تنجرح بصير عندنا هاي الجرح؟ بصير في عندنا ايش اسمه coagulation factor. عوامل coagulation factor اللي هو عباره عن ايش؟ عوامل التخثر. هذول عباره عوامل التخثر عباره عن 12 فاكتور. هذول ال 12 فاكتور معتمدين على بعض. كيف يعني معتمدين على بعض؟ يعني انت انجرحت فتحفز ايش؟ هو عباره الجرح عباره عن stimulus فتحفز مين؟ السنسور الحساسات. هاي الحساسات راحت ارسلت لي اشاره للبرين للكنترول سنتر مراكز التحكم الموجوده في الدماغ انه صار في عندي جرح. فمراكز الدماغ راحت بطريقه معينه حفزت لي مين؟ الكوجيوليشن فاكتور اللي هم عباره عن عوامل التخثر. عوامل التخثر عباره عن 12 عامل ببلشوا من كوجيوليشن واحد فحفزت لي الكوجيوليشن واحد. فلما تحفز الكوجيوليشن واحد صار اكتف صار اسمه كوجيوليشن واحد اكتف. هذا الكوجيوليشن واحد اكتف بروح بحفز اخوه الثاني من هو كوجيوليشن 2. لما حفزه صح شو راح يصير اسمه؟ كوجيوليشن 2 اكتف. فالكوجيوليشن نمبر 2 بحفز كوجيوليشن 3 والكوجيوليشن 3 بيصير عباره عن كوجيوليشن 3 اكتف. فزياده ادت الى زياده 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 حتى ايش يتكونوا 12 فاكتور من عوامل التخثر ويكونوا لي الخثره. وهي الخثره بتقفل على شو؟ على الجرح الموجود عندنا. لكن اذا صار في زياده لهي الخثره اكثر من حجمها الطبيعي بتؤدي الى الجلطات. بتؤدي الى شو؟ الجلطات يعني خثره تكون كبيره ومتكونه ممكن تكون في غير مكانها او ممكن تكون في مكانها بس بحجم اكبر. فهذا هو الكوجيوليشن فاكتور انه صار في زياده في الفاكتور الاول راح احفز لي الفاكتور الثاني احفز لي الفاكتور الثالث. فالزياده هاي يتبعها ايش؟ يتبعها زياده. يعني في عندنا كم من مثال على شو؟ على البوزيتيف فيدباك. بس اغلب الهوميوستاتيك ميكانيزم الموجوده عندنا هي عباره عن نيجاتيف فيدباك. تمام وصلنا هون البوزيتيف فيدباك. ايش هو النيجاتيف فيدباك؟ بصير فيه انه صار الديفيشن انحراف صار عباره عن نقصان بده يروح يكون الاستجابه له زياده. واذا كان هذا الديفيشن انكريز يعني زياده بده يكون الاستجابه له ايش؟ ديكريز حتى اوصل للنورمال رينج او السيت بوينت الوضع الطبيعي ارجع لوضع الطبيعي. البوزيتيف فيدباك اذا صار فيه نقصان بده يصير فيه نقصان اكثر. اذا صار فيه زياده بده يصير فيه زياده اكثر. زي عمليه تشيلد بيرث يعني صار في كونتراكشن اند بريشر زاد اول شيء شوي حفزوا لي الاوكسيتوسين راح الاوكسيتوسين زاد لهذا البريشر اند الكونتراكشن مور انكريز زياده اكثر واكثر زياده اكثر واكثر. الفيد فورورد انه هو معطينا مثال على الفيد فورورد عباره عن ايش؟ هذا المثال بحكي لنا انه لما يكون في عندنا اللي هو عباره عن شو؟ عن يوترين كونتراكشن. لما يصير في انقباض في اليوترين في الرحم انقباض في الرحم هذا الانقباض بده يروح يحفز لي يعني هذا الانقباض في الرحم بيروح يحفز لي شو؟ بيروح يحفز لي عضلات الابدومينال المسل عضلات البطن. كمان بيروح يحفز لي عمليه ال اشوف هون الاكسبيريشن عمليه الزفير. فقبل ما يحدث يعني صار في عندي يوترين كونتراكشن ما راح حفز لي هرمون والهرمون حفز لي هدول يعني تنبأ صار في تنبؤ باليوترين كونتراكشن راح هذا اليوترين كونتراكشن حفز لي الابدومينال كونتراكشن اند الاكسبيريشن. كيف يعني؟ ذا بدي ميك يوز اوف تشينج it doesn't try to inhibit or support the change. يعني الفيد فورورد قبل ما يصير انهيبيشن او سبورت بده يروح يعطي ايش؟ بده يروح يعطي رده الفعل. فبحكي لنا هون انه مثلا انه اليوترين كونتراكشن ليدز تو ابدومينال وول كونتراكشن اند اكسبيريشن تو هيلب تو ديليفري بيبي. يعني عمليه الكونتراكشن اللي صارت في اليوترين راحت حفزت لي الابدومينال وحفزت لي الاكسبيريشن. فصار في عندي تنبؤ يعني قبل ما راس الطفل يلمس اليوترين كونتراكشن هون راس الطفل هو اللي لمس لي السيرفكس فراح صار في عندنا كونتراكشن. لكن هون قبل ما راس الطفل يلمس السيرفكس في الفيد فورورد قبل ما راس الطفل يلمس السيرفكس صار في كونتراكشن في اليوترين وهذا الكونتراكشن راح حفز لي ايش؟ الابدومينال يعني عضلات المسل الابدومينال هون يصير فيها كونتراكشن وعمليه الاكسبيريشن الزفير. هدول العمليتين الاكسبيريشن اند ابدومينال المسل يصير فيها كونتراكشن برضه بيساعدوا في عمليه ايش؟ عمليه الدليفري الولاده. فصار في تنبؤ يعني قبل ما الهيد اوف فيتوس يلمس السيرفكس صار في يوترين كونتراكشن هذا اليوترين كونتراكشن لحقه ابدومينال كونتراكشن اند اكسبيريشن وصارت عندنا عمليه الدليفري.
شو هي الـ importance of body fluid؟ شو أهمية الفلويد؟ يعني السوائل الموجودة في داخل الجسم، إيش أهميتها؟ بحكي لنا إنه الهوميستاسيس الـ importance of body fluid، أول إشي إنها بتساعد على survival، يعني إنه تضل الخلية حية، and internal environment، metabolic reaction، الواتر، وجود المي بيساعد على عمليات الميتابوليك رياكشن، عمليات الأيضية للخلية، عملية الهدم وعملية البناء، وهدول برضو العمليات بيساعدوا الخلية إنها تضل في حالة survival. فهاي أهمية البادي فلويد. ليش نسبتها عالية؟ البادي فلويد 60% لا تعتبر نسبة قليلة، تعتبر نسبة عالية لأهميتها. ليش أهمية السوائل الموجودة في عنا؟ إنه هاي السوائل بتساعد إنه الخلية تضلها survival، كمان بتساعدها تعمل عمليات الميتابوليك رياكشن، العمليات الأيضية، الأنابوليك أند الكتابوليك اللي هو الهدم والبناء. كمان بتساعد إنه التيشو إنها يصير في عنا نسيسري، يعني بتزود التيشو اللي هي الأنسجة في الأشياء الفانكشن والأشياء اللي بتكون تحتاجها النسيسري. temperature regulation بتنظم الحرارة. الواتر عبارة عن إيش حكيناها فوق، إن هو يمتص الحرارة ويطلقها، فوجود المي يعتبر منظم للحرارة، يعتبر إيش؟ يعتبر منظم للحرارة، هي إما بتطلق الحرارة أو بتمتصها. فدول البادي فلويد الامبورتنس لإلهم survival metabolic reaction، إنه بتكون بتزود النسيسري للتيشو and temperature regulation. relation between body fluids and body composition، إنه شو هي مكونات؟ إنه total body water بتشكل نسبة 60%، يعني الفلويد كاملة في جسمنا بتشكل نسبة 60%. body water is inversely proportional of to body fat. This percentage of total body changes. هلأ بحكي إنه هون إنه total body fluid بتختلف من شخص إلى مش من شخص إلى شخص تحديدا، بس بتختلف على حسب العمر. كيف يعني؟ إنه بتكون الفلويد السوائل عند البيبيات النيو بورن حديثي الولادة بتكون نسبتها 80-70، بتكون عالية جدا، غير عن الشخص الأدلت اللي بتكون نسبة الووتر فيه 60%. كمان بحكي لنا يعني التوتال بادي ووتر بتكون عند النيو بورن حديثي الولادة، حديثي الولادة بيكون محتاج إلى فلويد أكتر من الشخص الأدلت، فبتكون هون عندهم مرتفعة أكتر. بتكون كمان عالية عند الأدلت ميلز أكتر من الفيميلز. كمان التوتال بادي ووتر بتكون عند الميلز أكتر من الفيميلز نسبتها. كمان بتكون أكتر عند الشخص اللين النحيف أكتر من الشخص الأوبيز، الشخص اللي بيكون سمين. بتكون البادي فلويد الفات بتكون عنده مرتفع، فالبادي فلويد رح تكون إيش؟ منخفضة. الدهون رح تكون عنده عالية، ما هو سمين، فالبادي فلويد رح تكون منخفضة. مقارنة مع الشخص النحيف بيكون البادي فلويد عنده عالية. كمان بتكون أعلى عند الأدلت أكتر من الإيج، الكبار في العمر. بتكون الكبار في العمر خدوها قاعدة، كل شيء عندهم مع التقدم في العمر كل شيء بقل، سواء مناعة، سواء بادي فلويد، سواء مثلا السمع، البصر، كل شيء عندهم ببلش إيش؟ ببلش جسمه يضعف والخلايا عنده تضعف. فتلقائيا البادي التوتال بادي فلويد اللي بتكون موجوده في جسمه راح تقل اكثر من ايش الشخص الادلت. فبس هون نعرف انه نيو بورنز بيكونوا اعلى من الشخص الطبيعي، الايج بيكونوا اقل، الميل بيكون اكثر من الفيميل، الاوبيس بيكون اكثر من اقل من اللين. طيب هون بحكينا انه البيسك تيرمز المصطلحات، انه الاي سي اف بيدور على مصطلح الانتراسيلولار فلويد، والفلويد الموجود في سائل الخليه. يعني اقراوها لحالكم، ما فيش داعي احكيها، يعني ما فيش داعي. انا حكيتها فوق، انه السائل داخل خلوي هو السائل بيكون داخل خليه، والسائل خارج خلويه اختصاره هو السائل موجود خارج الخليه. بس هون الترانسيلولار فلويد حكيت لكم انه مش كل الكتب حاطينه، بس الدكتور حاطط لكم اياه في بعض الكتب حاطينه. ايش هو الترانسيلولار فلويد؟ اللي هو السائل موجود فلويد ان ذا ليمون اوف ستراكشر لايند باي ابيثيليال. يعني انا في عندي هون الستراكشر الاورجانز مثلا، في هون عندي الليمون يعني الاشي الداخلي فيه، هون رح يكون عندنا الترانس سيلولار فلويد، وبيكون محوط بشو؟ بيكون مبطن يعني بالايش؟ بالابيثيليال، بيكون مبطن بالابيثيليال، موجود في اماكن معينه لايند باي ابيثيليوم. ايش هاي الاماكن الموجود فيها؟ الفلويدز الموجوده في الجي اي تي، وكمان عندنا السيربرو سباينال فلويد، البلورال، الجي اي تي يعني السوائل الموجوده في الجهاز الهضمي، السوائل الموجوده في الدماغ، في البلورال اللي هو في الرئه، البيروتينال عباره عن الشيء اللي ببطن معظم الاورجانز الموجوده عندنا، البيريكارديال في القلب، في السينوفايل فلويد، السينوفايل فلويد موجود في الجوينتس في المفاصل، في الجوينت سكافيتي، ان انتراكيولار الموجود في العين. فهذا السائل ترانسيلر فلويد احفظوا اماكنه، ممكن يجيك عليهم سؤال انه وين موجود هذا السائل، في اماكن معينه نحفظوا هاي الاماكن. تمام، هون بيرجع بحكي لنا انه توتال بادي ووتر بنقسم الى انتراسيلر فلويد اكستراسيلر، هاي نسبه تلتين، هاي نسبه التلت. هاي بتكون الاكستراسيلر فلويد داخل البلاد فيزلز بسميها البلازما، او بسميها الانترا داخل الفيزيكولر الاوعيه الدمويه، او خارج الاوعيه الدمويه عباره عن شو؟ عباره عن انترستيشل او عباره عن ترانسيلر فلويد. وبتشكل التوتال بادي ووتر نسبه 60%،
بينما الانتراسيلولار فلويد بشكل نسبة 40% والاكستراسيلولار فلويد بشكل نسبة 20%. ميجرمنت اوف بودي فلويد. هلا هون بدنا الميجرمنت اوف بودي فلويد، بدنا نحسب القياس البودي فلويد. مثلا في شخص عندنا، اجاك شخص وبدنا نحسب له الديهايدريشن، مثلا بدنا نشكين انه ما عنده هايدريشن، جفاف، بدنا نحسب له شو؟ بنحسب له البودي فلويد، سواء الموجود في داخل جسمه، هل هي شكرت نسبة 60% ولا ما شكرت نسبة 60%؟ بدنا نشوف كيف نحسبها، من خلال انه انت بتدخل ماده سبستانس او ماركر، هاي الماده بتدخلها الى داخل البودي فلويد، بتحقنها مثلا او بتدخلها الى داخل السوائل الموجوده في داخل جسمه في كومبارتمنت معين، في مكان معين، يعني في مكان معين مش كل سوائل الجسم. بتروح هاي الماده بصير لها ميكس، بتنخلط مع هذا الكومبارتمنت اللي انت دخلته عليه، وبنيجي نحسب تركيزها. بعديها بنرجع نحسب تركيزها. كيف نحسب تركيزها؟ انه الاماونت كميتها تساوي الكونسنتريشن ضرب الفوليوم، التركيز ضرب الحجم. لما نحسب تركيزها بيطلع معانا البودي فلويد. طيب في عنا هاي الميركر، الماده اللي بدنا نحقنها او بدنا ندخلها على البودي فلويد بده يكون في لها شويه خصائص. بحكي لنا انه لازم تكون نان توكسيك، مش سامه، بتنخلط بصير لها ميكس كومبليتلي، تنخلط كامله مع الفلويد الموجوده في الكومبارتمنت هاد، تود نوت التر ذا فوليوم، لازم هاي الماده لما تدخلها ما تروح تغير من الفوليوم، من حجم الفلويد. ما احنا بنحسب له الفلويد، لو شو فائده دخلت ماده وهاي الماده مثلا اتحللت وغيرت لي الفلويد، رفعتها او نقصتها، فلازم هاي الماده تكون ما بتغير من حجم الفلويد الموجود عند هذا الشخص، وايزلي ميجرد، لازم تكون تنحسب بسرعه على هذا القانون، الاماونت الكميه تساوي الكونسنتريشن ضرب الفوليوم. فهاي هي خصائص الماده، الميركر اللي احنا بدنا من خلالها نحسب البودي فلويد ميجرمنت. تمام، هلا حكينا هون انه الميركر هاي الماده، اذا بدنا نحسب بحكينا انه كل مكان مثلا التوتال بودي، التوتال بودي ووتر، الاكستراسيلولار فلويد، البلازما، الانترستيشال، الانترستيشال فلويد، كل مكان في له ماده معينه بنحقنها فيه وعشان نحسبه فيها. مثلا عندنا توتال بودي فلويد، البودي ووتر، شو اسم الماده؟ اسمها ترايجيتد H2O او الانتيبيورين. هاي الماده هي بنحقنها عشان نحسب من خلالها التوتال بودي ووتر. طبعا هذول المواد بتوقع انهم حفظ بما ان الدكتور حاطهم، اسالوا احتياط بس ايش، بس اسالوا شوفوا اذا هم حفظوا ولا لا، بس انتوا احفظوهم اللي هو عباره عن ايش، H2O والانتيبيورين، نقيسهم نحسبهم لقياس بندخلهم، هم الميركر اللي يوز تو ميجر للفوليوم، حجم مين؟ التوتال بودي ووتر. الانيولين اند المينيتول نحسب فيهم الاكستراسيلولار فلويد، والار اي اس اي والايفنز بلو بنحسب فيهم البلازما، و الانترستيشال فلويد والاكستيشال فلويد ما بندخل فيهم ماده معينه ودايركت بنحسب فيهم التركيز زي الباقيين، لا، الانترستيشال فلويد والاكستيشال فلويد بنحسبهم اندايركت. كيف يعني؟ الانترستيشال فلويد بروح بجيب تركيز الاكستيشال فلويد قديش طلع تركيزه او قديش طلعت حساباته، الاكستيشال فلويد بطرح منها البلازما وبعطيني الانترستيشال. يعني انا في عندي هون هي الخليه، هي في عندي هون الخلية وهي الخلية، وهي خارج الخلية، وهون عندنا الايش، البلازما. كيف بدي احسب الانترستيشال الموجود هون؟ بجيب البلازما، هون الاكستراسيلولار فلويد كامل، هاي الاكستراسيلولار فلويد، بجيب الاكستراسيلولار فلويد بطرح منه البلازما، بعطيني مين؟ بعطيني الانترستيشال فلويد. طيب كيف بدي احسب الانترستيشال فلويد؟ من خلال التوتال بودي ووتر، بطرح منه الاكستراسيلولار فلويد، بعطيني مين؟ الانترستيشال فلويد، بعطيني الانترستيشال فلويد. تمام، هلا في عندنا الميجر كاتيونز اند الانيونز ان فلويد كومبارتمنت. انه شو يعني كاتيون؟ لما يحكي لك الدكتور اعطيني كاتيون موجود في الانتراسيلولار فلويد، الكاتيون اللي شحنته موجبه، واعطيني انيون اللي هو شحنته سالبه موجود في الانتراسيلولار فلويد. بحكي له انه الكاتيون شحنته موجبه موجود في الانتراسيلولار فلويد اللي هو البوتاسيوم، والانيون شحنته سالبه اللي هو عباره عن ايش، الاورجانيك فوسفاتيز بروتينز. هلا من الصوره اللي حاطط لكم اياها فوق انتم بتكونوا يعني اوريدي حفظتوا مكونات الانتراسيلولار فلويد والاكسترا والبلازما وهدول، بس هون بدكم تقدروا تميزوا شو هو الانيون والكاتيون. الكاتيون اي شحنته موجبه، صوديوم وبوتاسيوم، والانيون اي شيء شحنته سالبه، الكلورايد، البايكارب اند البلازما بروتين، والاورجانيك فوسفاتيز بروتينز الموجوده في داخل الانتراسيلولار فلويد. تمام، هلا في عندنا هون هذا اخر جدول موجود معنا. طبعا هذا الجدول احنا اخذنا عن الهايبر اوزماتيك فوليوم في المحاضره الماضيه، واخذنا عن الهايبر اوزماتيك فوليوم والايزو اوزماتيك. حكيت لكم الايزو اوزماتيك بيكون تساوي في التركيز، الهايبر اوزماتيك بيكون مرتفع فبنتقل وبصير في عندي ايش، بصير في عندي انكماش الخليه، والهايبر اوزماتيك بصير فيها دخول وبصير في عندي سويلنج ارتفاع. لكن هذا الجدول هو شوي بده بصير شرح بالتفاصيل اكثر للايزو اوزماتيك والهايبر اوزماتيك والهايبر اوزماتيك، بده شرح بالتفاصيل اكثر، وهذا الشيء بخربط معظم الطلاب وشرحه يعتبر كثير عميق. ف وبده يكون حفظ يعني شو الانترسيلر فلويد والاكستراسيلر فلويد والاوزمولاريتي وهي الشغلات. هلا احنا اخذنا تعريف عن الهايبر اوزماتيك والهايبو اوزماتيك والايزو اوزماتيك. طيب
بدي اياكم تاكدوا من الدكتور اذا هذا الجدول داخل معكم او لا، والتفاصيل هاي داخل معكم او لا، عشان اذا داخل بشرحهم في المحاضره في المحاضره الجايه، لانه في تفاصيل كثيره واشياء معقده ما بحب ادخل الطلاب فيها. بس انا المره الماضيه قلت لكم ايش، اعطيتكم إشي الصوره العامه كانت عن الهايبر ازمتك والايزو ازمتك والهايبو ازمتك. بس اذا طلع داخل معكم احكوا لي عشان المحاضره الجايه اشرحه بالتفاصيل اكثر لهذا الجدول، ونعرف كيف نحدد الانترسيلر فلويد والاكسترسيلر فلويد والاوزمولاريتي الموجوده في داخلهم. بدي اطلب منكم طلب انه بس تحضروا هاي المحاضره، وحضرتوا المحاضرات الماضيه بدي تبعثوا لي فيدباك على اول اربع محاضرات من محاضرات الفسيولوجي. اذا في عندكم اي ملاحظات على الشرح برضه ممكن، ما في مشكله تبعثوا لي. وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا اليوم. ان شاء الله كانت محاضره سهله ووضحنا فيها كل المعلومات اللي كانت مطلوب منكم ان شاء الله. ولا تنسوا بس تخلصوا الفيديو، ارجعوا احضروا المحاضره، ارجعوا ادرسوا السلايدات، وان شاء الله بتكونوا متذكرينهم كلياتهم. ويعطيكم الف عافيه يا رب.